السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم معكم سواح في حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب. برحب بكم، ولو أنت جديد معنا سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بننشره. الحلقة دي مهمة جدا عشان تعرف أنت في أي طريق بالضبط، وهل انت بتتبع او واقع عليك سلوك القطيع، ام انت من الفرقة اللي ندعو الله ان تكون هي الفرقة الناجية. يعني الفكرة انه الصورة اللي انت شايفها الان امامك على الشاشة هي صورة مجموعة من الاغنام في احدى قرى تركيا. في منهم خروف عشان ينجو من المكان الهضبة اللي كانوا عليها، فقفز ظنا منه انه هينجو، يعني هيعدي. بالتبعية قفز وراء حوالي 500 راس، أغلبهم مات. الفكرة هنا غريبة قوي. الفكرة هنا بتفكرني بموضوع حصل قبل كده، إنه اتنين أصدقاء بيشتغلوا إن هم بينقلوا بعض البضائع من السوق في أعلى الجبل إلى أسفل الجبل في القرية، ورحلتهم كده يعني هم كل يوم طالعين نازلين بحمار، وفي مرة من المرات الحمار ده تعب ومات وهم محملين بضاعة، وكانت كارثة بالنسبة لهم. مش عشان البضاعة اللي هينزلوها، كده كده هينزلوها، لكن ده أكل عيشهم. الحمار ده اللي لديهم واللي حلتهم، وده اللي بيأكلوا من خلاله عيش. واهتدوا لفكرة انهم اصل لازم يتصرفوا، هيعملوا ايه؟ ده كده ضاعت يعني العملية، الحمار اللي بياكلوا منه عيش مات. فعملوا دفنوا الحمار في مكان. لما دفنوا الحمار في مكان فضلوا جالسين جنبه حزنا عليه، وبعد كده اهتدوا لفكرة ان هم عملوا على مكان اللي دفنين في الحمار ده ضريح، غرفة يعني، عملوا غرفة مكعبة كده مدفون فيها هذا الحمار اللي كان بيأكلهم عيش. وبدأوا الناس دي تعمل حالة حوالين الضريح، بدأوا يتحدثوا مع الناس ان المكان ده طلع مدفون فيه كذا، والكذا ده ولي، وان هم حد وراهم المكان واكتشفوا المكان، وبدأوا ينتشروا في السوق في أعلى الجبل، وينتشروا في أسفل الجبل في القرية، يحكوا للناس عن فلان الفلاني ما كانش بيخلف، ولما زار هذا الضريح بقى عنده أولاد كذا وكذا، وجات لهم واحدة من قرية كذا كانت مش عارف بتعاني من ايه، وجات زارة الضريح وحصل كذا. وبدأ بالتبعية الناس تروح هي كمان تزور الضريح، والناس تحكي الاساطير اللي حكوها لناس اخرى وناس اخرى. حصل زي فكرة التسويق التواصلي او التسويق الشبكي، فبالتالي أصبح المكان بيعج بالزيارات، وأصبح هو المقصد الرئيسي في عملية التجارة. كل اللي طالع السوق أعلى الجبل لازم يعد على الضريح يتبرك عشان ربنا يكرمه في تجارته، وعلشان خاطر إن هو يكسب فيتبرك ويترك المعونة بتاعت الضريح أو الصدقة للضريح أو زكاته للضريح، وهو نازل كذلك يترك ما اللي من اللي اشتراه من السوق وهكذا. وبدأ الخير عندهم يكتر جدا، وزاع صيت المكان بشكل كبير، وما حدش اكتشف سر هذا الضريح غير لما اختصموا الاثنين الشركاء اللي هم اصحاب الحمار المدفون في الضريح. لما اختصموا مع بعض وحصل بينهم اختلاف على تقسيم الغنائم اللي بتيجي من خلال الضريح ده، فحصلت الفضيحة، واتعرف انه اللي مدفون هنا حمارهم اللي كانوا بيشتغلوا بيه وليس ولي. العجيب والغريب ان لحد وقتنا الحالي مازال هذا الضريح موجود، ويمكن ناس كتير قوي عارفة قصة هذا الضريح. ضريح من الأضرحة ومعروف، ناس كتير قوي عارفة الحقيقة بتاعت الضريح، لكن مازال له زوار، ومازال الناس بتقطع مسافات كبيرة جدا جدا علشان تزور هذا الضريح وتتبرك به. القصة هنا وقصة الأغنام اللي انتوا شفتوها، انه في خروف نط فبقيت الخرفان نط وراه وكلهم ضاعوا، تبين فكرة سلوك القطيع. وانت مطلوب منك انك تعرف وتوضح في حياتك اللي انت عايشها دي، انت بتتبع سلوك القطيع، سلوك الأكثرية،
ولا سلوك الأقلية المتفكرين المتنورين الساعين إلى الوعي. لما تيجي تشوف سلوكيات البشر وتشوفهم ان هم عاملين زي قطيع مثل فكرة الأغنام بالظبط انت شوف في الصورة، هتلاقي ان الكسرة دائما لا تدل على الحق، الكسرة دائما تدل على الباطل، الكسرة دائما وفهمها زي ما تفهمها تدل على الباطل. حتى في القرآن الكريم قال الله عز وجل وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم الكافرون وأكثرهم للحق كارهون وأكثرهم كاذبون بل أكثرهم لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولكن أكثرهم لا يشكرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وما كان أكثرهم مؤمنين فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لو دورت مش بس في القرآن الكريم، لو دورت في التوراة في الإنجيل هتلاقي هناك دلالة دائما إن الأكثرية باطل، الأكثرية قطيع ما فيهمش تدبر، ما فيهمش وعي، ما فيهمش تنوير، والدايرة كلها بتدور حول الأساطير. أنا حابب منك إنك أنت تفكر زي ما احنا دايما هنا بنفكر وتدور في نفسك، إيه اللي بتعمله في حياتك بسياسة القطيع عشان شفت غيرك بيعمله واستفدت منه ولا لأ؟ والعجيب إنك هتكتشف حاجات كتير قوي ممكن تكون بتعملها عشان هذا ما وجدنا عليه آباؤنا أو ده اللي شفت فيه الناس وما شفتش منه صح ولا صالح لكنك مستمر عليه. العجيب والغريب يا صديقي إنك أنت لو جيت سألت أي حد بيعمل أي حاجة غلط هيرد عليك ويقول لك ما كل الناس كده، فهتعرف إن فعلا الأكثرية دائما على باطل، الأكثرية دائما على باطل. روح قول لصديقك أو صديقتك أنت ليه أو أنت ليه بتعملي كذا، هتقول لك ما كل الناس كده. جرب كده أي حاجة أنت شايفها غلط واسأل اللي بيعملها يقول لك ما كل الناس، يا سيدي ما كل الناس كده، وفعلا فعلا الأكثرية كده. فنصيحتي ليك اترك سلوك القطيع، نصيحتي ليك انجو بنفسك، نصيحتي ليك خليك مع الأقلية دايما مش مع الأكثرية، والأقلية دايما شاكرين، دايما حامدين، دايما في نور، دايما في وعي، الأقلية دايما مستغفرين، الأقلية دايما معترفين بخطأهم، الأقلية دايما يبحثون عن التغيير، الأقلية دايما يبحثون عن الحق، الأقلية دايما في نور وفي وعي وفي هدى. فخد طريقك اللي تشوفه مناسب ليك وحدد بنفسك ايه هو طريق الأقلية بنفسك، علشان لو دخلت طريق الأقلية برضو تابع، فانت برضو هتكون بتنفذ سياسة القطيع. ركز وركز في الصورة اللي قدامك دي وشوف ان خروف واحد كان سبب ان نط وراه 500 خروف بسياسة القطيع. هتعرف انك انت ممكن بسبب برضو خروف واحد في حياتك ضيع وراه 500 خروف اخرين. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.